وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام وما أرشد إليه الأمة، هو أن تؤخر السحور وتعجل الفطر، وهذا كما ذكرنا فيه رفق يعني بالصائم، بحيث أن يكون يعني تسحره وتناوله للسحور يكون قريبا من إمساكه، وأن يبادر إلى الفطر عند أول غروب الشمس وعند الأذان. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على هذا، وهو تأخير السحور وتعجيل الفطر. والذي يقابل هذا من التفريط هو أن بعض الناس يعجل السحور فيتسحر في أول الليل أو في منتصف الليل ثم ينام بعد ذلك إلى طلوع الفجر ويستيقظ ويصلي ويكون قد فاته السحور، فإن هذا لا شك أنه مخالف للسنة، فعلى الإنسان إذا ما أراد النوم أن يستيقظ قبل الإمساك ولو بعشر دقائق أو ربع ساعة، ثم يتناول شيئا حتى لو يأخذ تمرات، يعني لو يتناول تمرة واحدة أو ثلاث أو سبع، ثم يشرب شيئا من الماء محتسبا الأجر على الله عز وجل في تناول هذا السحور، فإنه يؤجر على ذلك، ويؤخر هذا إلى قبيل الإمساك. وأما تعجيل السحور وهو أن يأكل في أول الليل ثم لا يتسحر، فإن هذا فيه مخالفة للسنة. وفي مقابل هذا التفريط الآخر الذي يحصل من بعض الناس، أنه ينتظر إلى أن لا يبقى إلا دقائق ثم يقوم يأكل ويشرب، ثم بعد ذلك لربما أكل وشرب وهو يسمع الأذان، ثم يأتي بعد ذلك يسأل أهل العلم أكلت وشربت وأنا أسمع المؤذن يؤذن، فإن هذا فيه تفريط وهذا فيه تهاون. وديننا وسط بين الغالي والجافي وبين المفرط والمفرط، فلا تأخير للسحور إلى هذا الوقت ولا أيضا تعجيل له إلى وقت مبكر، وإنما يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم.